كل فيلم أو مسلسل بحاجة لعدة أشخاص وخبراء بمجالات مختلفة لإنتاج هيدا الفيلم. طبعاً بحاجة لكاميرامان أو وومن، يعني ليش لا، ميك اب وإضاءة وسكريبت جيرل، عالم رايحة وعالم جاية. طبعاً أهم من هول كلهم في الممثلين، يا بي هونيك الجمال. هلأ انتبهوا إنه في ممثلين فعلاً بيمثلوا وغيرهم شكلهم حلو بس، يعني مثل حلاوة الجبن بس بلا جبن، أو المعكرونة بلا سلق. فهمتوا علي؟ بس حقلكن انه اللي مظبوط مفروض يكون اسمه ممثل هو اللي بيعرف كتير منيح كيف يكذب علينا، وبشطارة كمان. فبتصفي انه التمثيل هو بحد ذاته فن الكذب، بس الحقيقة هي انه اهم واحد بيناتهم كلهم هولي هو المخرج. من اسمه بتعرف مخرج. يعني شو يعني؟ يعني هو اللي بيخرجنا، يعني بلاه منضل جوا بالعتم. مخرج هو بس قادر يظهرنا كلنا سوا لبرا عالضو يعني. بس شو جوا وشو برا؟ جوا يعني كذب، كذب. كل هول اللي سميتهم من شوي بيعرفوا انهم عم بيكذبوا. هيدا عم بيكذب كرمال المصاري، وهيداك عم بيكذب كرمال الشهرة. وحده المخرج بحول الكذب لحقيقة. برا يعني حقيقة، أما بالنسبة للجمهور الفيلم هو الكذب والممثلين هن الحقيقة. بس حقيقة يا أعزائي العكس هو الصحيح، وإلا ما بيكون كان اسمهم ممثلين، ولا بيكون هيداك اسمه مخرج.